في سياق تطوير المنظومة التشريعية التي تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، جاء توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي أحدثت نقلة نوعية بإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع. وفي هذا السياق أكد السيد حمد سلمان تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بالأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية أن قانون العقوبات البديلة يحتوي على برامج تأهيلية وتدريبية تتناسب مع المحكومين وفئتهم. إن قانون العقوبات والتدابير البديلة اشتمل على 7 عقوبات بديلة للعقوبة الأصلية، ومن أجل زيادة المستفيدين تم توفير برامج تأهيلية وتدريبية تتناسب مع المحكومين وفئاتهم. ولم نقف إلى هذا الحد، فكان إصدار جلالة الملك حفظه الله المرسوم رقم 24 لسنة 21 تعديل أحكام المادة 13 للشخص المحكوم عليه أن يستفيد من هذه العقوبة الأصلية أثناء تنفيذها دون اشتراط مدة معينة، ولم يحدد الجرائم أمانة معينة، والتعديل الأخير تركها مفتوحة. وأحب أشير إلى أن توفير المزيد من خدمات التوسع في تطبيق القانون هو أمر موجود بالفعل من خلال منهجية تكاملية لا تقتصر على تنويع صور وأشكال العقوبة البديلة، بل تمتد لتشمل إجراءات ثانية مكملة مثل سياسة السجون المفتوحة. والعديد من دول العالم أصبحت تتجه إلى تطبيق العقوبة البديلة وابتكار نماذج جديدة لمثل هذه العقوبة بدل العقوبات سالب الحرية، بحيث العملية العقابية تكون وظيفة للإصلاح والتأهيل وإعادة دمج النزلاء داخل المنظومة الاجتماعية.